الدورة العالية لشهر مارس من هذه السنة 2018 اللي انعقدت بالمحمدية. دوزنا اليوم الجلسة الأولى، جلسة ثانية إن شاء الله ستعقد في الأسبوع القادم. كانت وهذا الانعقاد ديال المحمدية كيدخل في إطار يعني الحرص على الجهة باش الدورات تعقد بشكل دوري على مستوى جميع الأقاليم والعمالات، وتكون فرصة كذلك للاطلاع على واقع الميداني للجهة. كانت فيها محاور متعددة، محور أول كيتعلق باستكمال الهياكل ديال المجلس، وبالخصوص إحداث لجنتين دائمتين تشتغلان على فيما يتعلق اللجنة الأولى على التكوين والتكوين المستمر والشغل، واللجنة الثانية ستعنى بإشكالية النقل والتنقل. وكنعرفوا الأهمية ديال هذ الموضوعين بحكم أنهم من المهام الذاتية ديال الجهة، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنهم خدوا حيز وازن في البرنامج الجهوي للتنمية اللي طبيعة الحال الآن يعني صادقنا عليه، والآن نباشر الإنجاز المضامين ديالو. في إطار هذا الحرص على الإنجاز والإنجاز الجيد، كانت عندنا رغبة أننا إبراز الأولويات وإبراز المهام الذاتية. النقطة الثانية أو محور آخر كيتعلق بالمصادقة على اتفاقيات كتدخل في السير العادي ديال الجهة، واللي من خلالها يعني نواكب الدينامية التنموية ديال مختلف الأقاليم ديال الجهة. النقطة محور رابع غادي يتناقش في الجلسة القادمة كيتعلق بعدة اتفاقيات تعنى بمشاريع تدخل في البرنامج الجهوي للتنمية من قبيل الحد من الفوارق المجالية، وخاصة في الإعلام القروي واللي غادي تخصص له عدة اتفاقيات من قبيل كذلك إشكاليات التكوين، إشكاليات النقل والتنقل، إشكاليات البيئية. يعني واحد العدد من الاتفاقيات الآن هي جاهزة، وبدون انتظار أننا نستكمل جميع الاتفاقيات المتعلقة برامج المضمنة في البرنامج الجهوي للتنمية، فغادي نخرجوها إن شاء الله إلى الحيز الوجود. ومحور أخير غيتعلق ببرمجة الفائض المتبقي. كنا في الدورة ديال أكتوبر برمجنا جزء من الفائض التقديري ديال 2018، وخلينا جزء آخر على ما تبان لنا الأولويات من البرنامج الجهوي للتنمية. اليوم غادي أول في هذه الدورة هذه إن شاء الله غادي نبرمجوا ما تبقى، ويكون يعني بهذه الدورة هذه بحقيقة قطعنا خطوة أخرى للرفع من دينامية العمل ديال المجلس وديال الهياكل ديالو، وكذلك إخراج البرامج المضمنة في البرنامج الجهوي للتنمية دون إغفال الالتزامات السابقة اللي كتحظى كذلك باهتمام خاص في إطار يعني استمرار العمل ديال المؤسسات، وفي إطار الحرص كذلك على ان ما نقوم به من ما ناخذه من مقررات ماشي فقط يكون موضوع مقررات، وليكن موضوع ديال التنفيذ. معظم النقاط يعني صدق عليها بالاجماع، وكنظن هذا كذلك كيبين باللي اليوم كاين واحد الالتحام حول الرؤيه موحده اللي هي طموح مشترك لتنميه هذه الجهه وانجاح التجربه ديال الجهويه المتقدمه، وتكون ان شاء الله جهه الدار البيضاء اسطات في كاين دعم جميع القطاعات. الرياضه داخله في البرنامج الجهوي للتنميه، وكاين جميع المحاور اللي داخل البرنامج الجهوي للتنميه كنحاولوا الان كيفاش نلاقيوها مع العمالات ومع الاقاليم ومع الجماعات المكونه لتراب الجهه. شكرا.